الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله بزاري ودستن ولتن يوم المحاضرة والدالة يولتن يوم محاضرة رئيس من إلال بيان مبراريانو أهمية أسفل جنة علم الدين يدينك أسفل جنة يمجل يمجلد مبراريانو وما يجب قديتا يميهونون من نجر على المكلف مكلف بهنا سولي لا كلمة بدرس سولي تعلموا ممارو من أمور الدين كدين قداي والجين إخوة الإيمان يهولا الثاني محضر من دون يميلو علم الدين يدينك يإسلامك أسفل لا جنان قبقابين دهونا እንደዚሁም ደግሞ አንድ ሰው ለአካለ መጠን ከደረሰ ለአቅመ አዳም ከደረሰ የዲን እውቀት መማር ግዴታ እንደሆነና መማሩ ግዴታ የሚሆንበትን ዓለም ግልጽ የሚያደርግ ርዕስ ነው ማለት ነው። በያኑ ደርሱ ሲጀመር ወይም ደግሞ ሙሐደራው ምን ይላል በያኑ ማብራሪያ ይሰጣል ግልጽ ይሆናል መቃም العلم والعلماء يا علمنا يا علماء وش درجة يا واجي وشنا يا أوكد درجة يا شريعة علمنا يا شريعة علم يا ياسس وش درجة قلت هنا في قوله تعالى الله بقرآن لي يقل فلن الله بقرآن من على يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الله كف يدرقل الذين النزيان آمنوا منكم كأن أنت مكاكل يمنتن والذين أوتوا العلم درجات عندهم دقمو أوكاتني دفتو سواتشن بدرجة الله كفت يدرجات جوال أمنوا أوكاتني دفتو سواتش الله بدرجة كفت يدرجات جوال تبالا الله نعيهن بقرآن قلته أيهم علم يدينك تنام يدينك الأواجه ونسوج الله درجة دلتك يجلس لنا ليلة ودقمو وأن الله ما أمره نبيه صلى الله عليه وسلم نبي على الزذاتهم ما أمر نبيه نبي على الزذاتهم في القرآن بقرآن لي بطلبي اندي فلقوا الازدياد تجمعي النجر اندي تيكوا من شيء كان دمنا غير جمري بلا تيكني على لاچوم الا من العلم او كثني فقال تعالى اللهم اندي هالاچو وقل بلا بل ربي يدايهوي زدني علما او كثن جمرلني بلا بلني لاچو لب بقول اخوات الايمان الله نبي سلطان جمرلي بلا تيكني جنزب جمرلي بلا تيكني دنيا جمر اللي بله تيكني على لاتشوم عند نجر بجا جمر اللي بله تيكني على لاتشوم الله يهن النجر جمر اللي بله تيكني على لاتشوم نجر من دنو علما أوكات من يدينوكات بذيهم يدينوكات يتلاك اندهونا الله يودد نجر اندهونا كيسيهن الله المالتنا ثلاثي إخوة الإيمان يدينوكات الله يلاقوا نجرنا يدينوك الله يودلوا نجرنا فلذي علم يدينوك أسفل لاقي نجرنا بيان عند ذيهم دمو قلت يوهن لنا وجوب تعلمي وجوب قديتا مهم تعلمي ممر قدر معين يتوسنا مثلا من علم الدين كدينوك على كل مكلف بهل مكلف لي كدينوكات بهل مكلف لي يتوسل المتن ممار قديتا اندهونا يبرر لنا لما جاء يمثل في قوله تعالى فالله نقدر الله منالا يا أيها الذين آمنوا أن أنت بالله يمنى الشوث وجهويات قو أنفسكم رستشون تبكوا وأهليكم بتسبوا الشاشهنم نارا كأساس تبقوا على
وقودها الناس والحجارة اتساد دقمو ما كدا طيوا يسو لجنة دنقيهون اتساد ناس على ببضي إخوة الإيمان. فقد جاء برقس متولنا عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كعلي بن أبي طالب متولنا في تفسير الآية إذ كان قد سرقون أنكزم أن الله الله يأمر المؤمنين مؤمنين عند الزمة بالله أن يقوا أنفسهم راتشون بيتبقون وأهليهم عند الزهم بيتبقون النار كأسات الذي يجس الدقم وقودها مكة ضيوة الناس والحجارة سوتشنا دنقاي وشناتشو بتعلم بممار دهون اللي متبقون كعلي مسؤولنا أمور الدين يدين قدي وتعليم بمسمار من دهون أهليهم بذلك يعني النجس بتسوتشون بمسمار دهون متعلم الله راساتشون النبي سوتشون كأسات تبقوانا يمن تبقوا بملكنا كعلي من متعلم راساتشن النبي سوتشون بمسمار دهون فقال علي بلوال علموا أنفسكم وأهليكم الخير راساتشون وأهليكم بتسوتشون أستمروا الخير خير النجر أستمروا هنا عندك مو حاكم زي كبوتال بزيلي عند سو كدينو كتي توسنا متى من ما رندال لبتنا يان فرضو عيني سايم مارك موتا يوم القيامة عندما يسكتو قلت هنا اللي مارتنا وقوله صلى الله عليه وسلم عندنا نبي يتم بحديث من بلوال طلب العلم فريضة على كل مسلمين يدينو كتمما بكل مسلم لجد تانو بسيت هنا ون هفتان بهفتان لي هنا وتها بكل من لجد تانو عنه بها قيل ذا الجوز حافظ السيوطي حسن سرو حديثنا وندالو ثمالتنا ثلاثي إخوة الإيمان علم أسفل لا جنان قفقا بنا قرنا يوم القيامة من سي كبة علم ألا يوم القيامة سألنا مارك موتا لببض عند سو علم هل تمره عند علماء وجهونا يبالو لكن كدنوكة توسنا مثلا ما ألبت إيه توسنا مثلا فرض العين يبالو الفرض العيني فرض العيني مبايو دمو من علم الدين كدنوكة مكاكله ونو ينقسم إلى قسمين بولة كفلال قسم يمجمع قفل يتعلق يمين ثلاثة لنقرنه بأصول الدين بدي مسألة أي العقيدة بأمنة بدي يمين ثلاثة لنقرنه وقسم للأن يوكفل دمو يتعلق بالأحكام بأحكام السمين ثلاثة لنقرنه بفردوت سويون ديت اندمي سجد انديت اندمي توم انديت حج مارك اندالبت ليلو دمو ما نما من اندالبت نبيات انما ناتشو يميلو بعقد علي تكاسوال بأحكام لي دمو اندى قلت كنت صلاة اني متاسفلت ناتشو سلازي بهلتن يفرض العيني كفلوش لي سويون مما يالبت علا مالك وعلم العقيدة علم العقيدة مالك يسمى علم التوحيد علم التوحيد تولي مترون يتوحيد وكاتم على دون وهو رسو يتوحيد وكاتم دقمو العلم الشامل لكن لا يهون وكاتم لمعرفة الله الله لما وكنا ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ملك تنيون محمد لما وك يتكلل العلم سلا الله يمنا وكبت سلم منا ملك وجيته يمنا وكبت سلم منا من إباته محمد يمنا وكبت علم علم التوحيد بعد وغير ذلك كذيو تشالو نقراتوشن من ضروريات الاعتقاد انقف قابي اعتقادوشن انقف قابي امنتوشن يمنو كبت علم توحيد بايا سلا نبيات ليون كلال سلا ملائكة وش ليون كلال سلا مكي الرشاكن سلا كتابوش سلا رسلوش هي علم التوحيد بايا واما علم الشريعة علم الشريعة يمن بايو دقمو فيسمى علم الاحكام علم الاحكام بمبال مترد يا احكام كتب بايا وهو السم العلم أو كثنو الشامل تقلعي هنا لمعرفة لما أحكام العبادات يا عبادة وشن يملكو تنفرج من طهارة لمثال الطهارة طهارة اللي تماذا عند اللبن والصلاة صلاة والصيام صوم والزكاة زكاة اللي تمكفل عند اللبن وحج حج وغير ذلك كذي والتالي من ضروريات علم الدين أنقل قابل دينك يمي بارسا تقلوا يا ذا علم الشريعة يبالي فلذي فرض العيني سوي مما يلبت علمه بولك يكفل اللي يمجمله توحيد نوع عقيدة فلأمنته يمي وكبت ولستن يدقمه
كمن بهالا لمن دم يملك كوك بهالا نديت دم يملكه يمين معرفة مالته. الصريحة الإيمان على أي حال بس يملك بولا كفل وتعالى علماء وجه. سلاج سويه بيانس بيانس إيه نم ما لا بس إيه نتمرو سراون بسران قان يوم القيامة يتجيكم. أما إيه نستمر يمين متكهون يوم القيامة يتجيكم بدل. وأولى العلوم بلاشه كالدقم تحصيلا ممارو علم التوحيد يتوحد كذا مجمّل يسوي ما تقدم يلّب التوحيد النوم توحيد سلفة آلو يسوي كوال سلمي قزر جدا يسوي كوال توحيد سيمار علم الأحكام لمار بيل سلا صلاة سلا زكاة لمار بيل صلاة الزكاة فهارة لما لم يدرقوا أم لقوت لما لم يدرقوا لا الله هيدا علم العقيدة كان سمارة يم يعملكم جدا قال أوكا انديت منونو الله لم يعملكم سجي مجمّر الله ما هو قال بالتوحيد مما ألبت لتعلقه مثنيات توحيدة ثلاثة لنا بأشرة المعلومات كوكأت كل بلاج بهونه معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم الله لنا من يسنيهم بما هو بذوري آياتنا التنين جرنه سلمنا ملك جتا يمي تكسل لنا جرنه سلمنا من الباتش محمد يمي أسكمتل لنا علمنا توحيد سلجي تكدامنا وفي تقديم العلم بالله على الاستغفار اللهم بقرآن كاستغفار بفيت علم النوم توحيد النوم يسكدمه الله بقرآن من هذا فاعلم أوك أنه لا إله إلا الله كالله بستكر لي لأملك دليل أوك وجمال يعين أوك لببك كزيات من هذا واستغفر لذنبك كزيات لو انجله مارتان طيك وللمؤمنين والمؤمنات لمؤمناننا لمؤمنات مارتان طيك مجمع يجن لا إله إلا الله يمين ونوك كفتش إخوة الإيمان يتوحيد علماء وشمنان الزيلي الله مجمع لا إله إلا الله يمين ونوك لا إله إلا الله نمو يتوحيد نجي الجمال سلذي كوكث تشول يمين كدم وتوحيد وروا ابن ماجه ابن ماجه زكي رواد في سننه بسننات عن جندب ابن عبد الله جندب ابن عبد الله كم يبال الصحابي لب بقى توحيد تكدام عندهنا قلت يا رجل الحديث ما ترجع يميون الحديث جندب بن عبد الله منالو قال صلى الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنبي يقار نبرنا ونحن انيا فتيان وحزاورة فتيان وحزاورة يألنا فسأل يعني ودوتاتنا يتكعربنا فتعلمنا الإيمان إيمانا امتمرنا قبل أن نتعلم القرآن قرآن كما ما أتشبه ثم تعلمنا القرآن كزيام قرآن تمر فازددنا به إيمانا بزيم إيمانا كم مرال جند بن عبد الله فيه بزي حديث استدقمو بيان مرال اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم نبياتن تكرت ستن لنبرا بتعليم الصحابة صحابة وكم بمهتمة التوحيد توحيد بمهتمة تكرر ستندنبه مغرار علمه وتقديمه على غيره كليلة وعلم دقمه سياس قدمه سندنبه مغرار يتطال نبي يشنكو مجمّر عمدت ولسوش جاستماروت توحيد النوم إهن النوم يميز جنزلني حديث والحزاورة لما هو حزور وهو من بلغ أو كاد حديث لي حزاورة كبير مفلق من دنه لكن الدم يدرسه وينم دمه يدرسي على أمانته بزيان ساعات نبياتين قال نبرني يالنو جندو سلازي بزيان ساعات نبياتين مجمري اللي يستمروا اتشو توحيد النو كهلو ما تقدموا ياسقن الزبوات اتشو توحيد النو مالته سلازي توحيد مقدم له توحيد مما اللبت توحيد ما تقدم اللبت اهون بزي دوريا فلقوا عالم إمام أبو حنيفة في قفل أفسق ومن يبال كتابات ومن يلالو يعلم أو وكعل أن الفقه ما وك مما في الدين بدين قدي بتوحيد قدي بعقيدة قدي ما وك أفضل بلاجنا وتكداني نوال من الفقه في الأحكام بأحكام زويا كما وكلك تكداني لنا بلاج هنا سويو سلا صلاة سلا زكاة سلا حج كمن مار ويلك عقيدة ونمار لمن دم يسجد مار لمن دم يصوم مار لمن حج دم يأرج مار لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود
አምልኮ ተቀባይነት የሚኖረው የሚያመልኩትን ጌታ ታወቁት በኋላ ቢሆን ሲሆን ነው። አሁንም ለዚህ ማስረጃ የሚሆነን ተውሂድ መቀደም እንዳለበት ተውሂድን ማስቀደም እንዳለብን ኢማሙ ሻፊዒ ረዲየላሁ ዐንሁ ይትቂኑ ዒልመ ተውሂድ ካና ይትቂኑ ዒልመ ተውሂድ ዒልመ ተውሂድን ያደጉ ነበር። በደንብ አድርገው ይማሩ ነበር። በደንብ አድርገው ትኩረት ሰጠው ቦታ ሰጠው ያስተምሩት ይማሩት ነበር። ሐታ ቃል እንዲያውም የሆነ ጊዜ ምን አሉ አህከምና ዛከ ቀብለ ሃዛ ከፊቅህ በፊት እኮ በደንብ አድርገን የተማርነው ተውሂድን ነው። አይ ማለትም አትቀልና ዒልመ ተውሂድ ተውሂድን አድገናል ተውሂድን በደንብ አድርገን ይዘናል ማለታቸው ነው። ቀብለ ፍሩዕ አልፊቅህ ከፊቅህ በፊት ተውሂድን ወስደናል እያሉ ነው። አክረጀሁ አልበይሃቂዩ ይህን ደግሞ በይሃቂይ ዘግቦታል። ፊ መናቅብ ሻፊዒ መናቅብ ሻፊዒ በሚባለው ኪታባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኢኽወተል ኢማን እንዳየነው የተለያዩ መረጃዎችም ተጠቅሰው እንደተመለከትነው ተውሂድ ከዕልሞች ሁሉ ተቀዳሚ ነው። ልብ በሉ ኢኽወተል ኢማን፣ አንድ ሰው ተውሂድ ሳይማር ሊሰግድ ይችላል፣ ሊጾም ይችላል፣ ሐጅ ሊያደርግ ይችላል፣ የተለያዩ አምልኮችን ሊያደርግ ይችላል። ለማን እንደሚያደርግ ግን አያውቅም። ካላወቀ የት ላይ ነው ጥቅሙ? ሶላት መስገዱ የት ላይ ነው? ለማን ነው የሚያደርገው? ታላቁ ዓሊም ገዛሊ ምን ይላሉ? ላተሲሑ ልዒባዳ ዒባዳ አምልኩ ሶላ ዘካ ጾም ሓጅ ትክክል አይሆንም ኢላ ባዕደ ማዕረፈተ ማዕቡድ የሚገዙትን ጌታ ካወቁ በኋላ ቢሆን እንጂ ትክክል አይሆንም። ስለዚህ ተውሂድ ሙቀደም ነው። ነቢያችን እኮ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጀመሪያ ተልከው ሲመጡ 40 ዓመት ሆኗቸው የነቢይነት ማዕረግ ተሰጥተው ሲመጡ ሶላት ስገዱ አላሉም። ለሰው ጾም ጾሙ መጀመሪያ ላሉ ሐጅ አድርጉ አይደለም ያሉ መጀመሪያ ላይ ላ ምንድነው ያሉት ለሰዎች ቁሉ ላ ኢላሀ ኢላላህ እናንተ ሰዎች ላ ኢላሀ ኢላላህ በሉ ትፍሊሑ ነጻ ትወጡ ዘንድ አሉ። ተውሂድ ነው ያስተማሯቸው። ሰውየው ተውሂድ ካላወቀ ስለ አላህ ካላወቀ ሙስሊም ነኝ እያለ ላኢላሀ ኢለላህ ሙሐመዱ ረሱሉላህ የሚለውን ማዕና ካላወቀ ጥቅሙ የት ላይ ነው? ስለዚህ ኢኽወተል ኢማን ተውሂድ ሙቀደም ነው፣ ጠንክረን መማር አለብን። በአሁኑ ሰዓት ብዙ ሰዎች ተውሂድን ስለዘነጉ ነው የተለያዩ ፊርቃዎች የመጡ። ብዙ ሰዎች ተውሂዳቸውን ተው ተውሂዳቸውን ወደ ኋላ ሲያደርጉ የተለያዩ ሰዎች መጡና ተውሂድ ነው ብለው ኩፍሩን ዘሩት በሰው መካከል። ሰውም ተውሂድን ተማርኩ እያለ ኩፍርን ይይዛል። አላህ ይጠብቀንና አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ምን ተውሂድ ትላላችሁ ሁልጊዜ ስለ ፊቅህ ነው ይላሉ። አዎ ፊቅህ እኮ የተላቀ ነገር ነው። ሌሎች ዕልሞችም በላጭ ናቸው፣ የተላቁ ናቸው። ነገር ግን ተውሂድ መቀደም አለበት። ይህን የሚያስተማሩ ነቢዩ ናቸው። አላህም ፈዕለም አነሁ ላኢላሀ ኢላላህ ብሎ የተቀደመ ነገር እንደሆነ ገለጽን ማለት ኢኽወተል ኢማን። ስለዚህ በተውሂድ ላይ መጠንከር አለበት። በተውሂድ ላይ ልብ ብለን ልንማር ይገባል። አንገብጋቢ ስለሆነ ተውሂድ ከተማር አቂዳችን እንጠብቃለን። ተውሂድ ከተማር ከኩፍር እንድናለን። ተውሂድ ከተማር ለማን እንደምንሰግድ እናውቃለን። ለማን እንደምንጾም እናውቃለን። ለማን ሐጅ እንደምናደርግ እናውቃለን። ማንን እንደምናመልክ እናውቃለን። ተውሂድ ከተማር የተለያዩ መልካም ስራዎችን ብንሰራ ለማን እንደሆነ እንደምንሰራው እናውቃለን። አላህን በደንብ አድርገን እናውቃለን። ነቢያችንም ስለ እሳቸውም በደንብ አድርገን እናውቃለን። ተውሂድ ከተማር እስልምናችንን በደንብ አድርገን መጠበቅ እንችላለን። ወኢላ ተውሂዳችንን ከዘነጋነው ግን የኢስላም መሰረት ስለሆነ ተውሂድን ዘነጋማል፣ የኢስላም መሰረት ዘነጋማል። ስለዚህ ሼክ ሚትላይ የሚባሉ የሐበሻ ዓሊም እንዳሉት ማለት ነው፣ ተውሂድ መሰረት ነው ለተቀረው ዒልም ባጣለ ግድግዳ ምንጊዜ የማይቆም ይላል። ባጥ ማለት ጣሪያ ማለት ነው። ጣሪያ ያለ ግድግዳ አይቆምም። ዝም ብሎ ብቻውን ተንሳፎ አይቀመጥም። አሁንም ተውሂድ ያለ ተውሂድ ሌሎች ኸይር ስራዎች፣ ሌሎች ዕልሞች አይጠቅሙም እያሉ ነው። ተውሂድ መሰረት ነው ለተቀረው ዒልም ባጣለ ግድግዳ ምንጊዜ የማይቆም ሱብሓነላህ። አሁንም በዚሁ ላይ ይቀጥላሉ፣ ግጥማቸውን ይቀጥላሉ። እንደ ትርፍ ጊዜ እንደሚታለፍ ተውሂድ ሲቀራየን በጎን በትርፍ በዚህ መልኩ ስለ ጊዜያችን እየገለጹ ተውሂድ በአሁኑ ሰዓት በጎን በትርፍ ነው የሚቀራ፣ እንደ ዋና ደርጎ አይያዝም። እኛ ግን ተውሂድን መሰረታችን ነውና ጥብቅ አድርገን ይዘ ይገባል። ኢኽወተል ኢማን አላህ የምንጠነክር ያድርገን።
بارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.